السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واهلا وسهلا بكم، معاكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق، اهلا وسهلا بكم. اليوم احنا عندنا مقام العجم، نقدر نقول في فيديوهات سابقة أخذنا القاعدة الأساسية في الغناء، وبعد ما أنت تدخل لموضوع قضية كيف تبدأ بالغناء من خلال الدورات. أنت في الحقيقة كل شخص عنده جمالية صوتية وعنده مختلف الأذن، يعني الأذن تكون عندها مستويات، وبالتالي إذن شو يحتاجه؟ يحتاجه تمرين عند الأستاذ. لذلك احنا عندنا في ناس انه تحب تطور نفسها بالاطوار الريفيه العراقيه، وفي ناس انه تطور صوتها بالغناء العربي، وفي ناس انه تحب تطور نفسها بالمقام العراقي وبالمالوف التونسي والطبوع المغربيه والغناء الخليجي ومعظم غناء الغناء العربي اللي في العراق. في ناس تحب انه تغني الناظم الغزالي، هذا الفنان الكبير، والا الفنان ايضا عيسى الحسائي من الخليج، وعباد الجوهر، فنانين كبار ولهم اثر في الاغنيه العربيه، والاستاذ محمد عبد الوهاب، ويعدد كثير من الفنانين اللي لهم اثر كبير بالساحه الفنيه. لذلك بدايتك انت تستخدم مقام العجم اللي هو دو ري، قبل ما تبدي لازم تاخذ النفس او تاخذ هذه بنص الجمله، لكن في بدايه الجمله انت ايش تاخذ؟ دو ري مي فا صول لا سي دو، باو، لاحظ القوه، دو سي لا صول فا مي ري دو ري. لاحظ حتى يكون نغمة إلى شكلها، دو ري مي فا صول لا سي دو، ودائما نقول دو، هذا التمرين. وياكم مقطع امامكم راح تلاحظوا هذا وين موجود عندكم بالشاشه، و امامكم مقطع راح تلاحظوه هسه حاليا راح يعرض امامكم، وراح نلاحظ نشوف هذا واحد من الطلاب الاعزاء اللي درسته في اول شهر بدا يغني وبدا تستقر الطبقه مالته، لكن بعد يحتاج لمعرفة المقامات الأخرى. أخذنا مقام العجم وأخذنا أغنيتين عراقية وممكن نأخذ عربية، لكن هذا يعتمد على تطور الطالب. لذلك هذا الشخص أمامكم أحد طلابي وعزيز وغالي، وبدأ يتمرن، والشخص يقاتل في سبيل التمرين. نسمع أمامكم. سلام عليك على رافديك عراق القيم، فأنت مزار وحصن ودار لكل الأمم. سلام عليك على رافديك عراق القيم، فأنت مزار وحصن ودار. سلام عليك على رافديك عراق القيم، فأنت مزار وحب ودار لكل الأمم. سلام لأرض تفيض عطاء وعطر ثراها دم الشهداء، فهذا حسين وذي كربلاء إلى العز سار لسان وفم. شاهدت أمامكم
هذه حقيقة الطالب. الطالب إذا يكون مصمم، في بعض الأخوان يتصلون يقولون إحنا مثلا يريد يتعلم عود أو يتعلم الغناء، أنا أستاذ بشار أصير، هذا يسمونه أنت متى تتعلم؟ اللي عنده تصميم يقول لك أتعلم، ما يقول لك أخاف. هو شنو أنت ماخذ جهاز خاف يخرب؟ لا، إحنا عندنا دورات أونلاين، موجود الرقم تحت أسفل الفيديو هذا، رقم الواتساب اللي يريد يشترك في المحاضرات أونلاين، أو هناك موجود أنه أذهب إلى بيت الطالب في بغداد. تحياتي لكم، وأتمنى الاشتراك في هذه القناة، وأيضا أريد من عندكم همتكم في أن تشتركون أونلاين حتى تكونون على الطريق الصحيح. تحياتي لكم، وموجود رقم واتساب أسفل الفيديو، ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.